واحدة للمحاسن الخضروات الشعبية في المطبخ جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. يتم طهي القرون كخضروات من تأكل نئة أسوفا ينمو عن طريق تسلق أو إلط. الجزء الذي يستخدم كخضروات أو خضروات طازجة هو الفاكهة القرون التي لا تزال صغيرة وأليف لا تزال قرية. من سهل العثور على هذه الفاصوليا الطويلة في المنطقة الحارة في آسيا. تسمى الأوراق بالخزامة ويمكن أيضا معالجتها في الحضور. وكيفية زراعة نبات الفاصوليا الطويلة هي زراعة مباشرة عن طريق إدخال بذرتين إلى سلسبول في حفرة يمكن واحد إلى اثنين سنين ثم ردامها بتربة وتزهر في عمر 30 يوما ويبدأ الحصاد في سن 45 يوما. صرف نظر عن قوله طعاما ويمكن أيضا استخدام فاصوليا طويلة كمكونة طبية لعلاج العديد من الأمراض مثل مضادة سيروتونين وسيروتون الدم ومضادة فيروسات واضطرابة المسالك البولية وحاسة كلى وفقر الدم والآم الظهري والروماتيزم وزيادة الشهية وغيرها الكثير. المزيد من الأمراض التي يمكن علاجها بهذه الحبة الطويلة.